مرحبا مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده واستثنائيه بشكل مغاير عن بقيه الحلقات من برنامج ايام الناس. اليوم راح اخذكم برحله تخص العمله النقديه والطوابع في التاريخ العراقي، خصوصا في الحقبه الملكيه. بعض هذه الطوابع والعملات النقديه يعني ما راح نلقاها او نادرا ما نلقاها بالعراق بقدر ما نشوفها من قبل الهواة والتجار العراقيين يشاركون بها بمعارض دولية على مستوى أوروبا وبقية الدول العربية والدول الأجنبية. راح ناخذكم ونشوفكم أشياء نادرة جدا. خليكم. معرض بغداد الاول للطباعه العملات النقديه، بدايه حدثني عن هذا النشاط، عن هذا المعرض، تاسيسه، شو وقت انطلق، شو الفعاليات اللي يضم. معرض بغداد الاول للطوابع والعملات اقيم بجهد شخصي من مجموعه الماليزي للطوابع والعملات وباشراف جمعيه الطوابع والمسكوكات العراقيه. المعرض الاول بالنسبه للمجموعه، ولكن الجمعيه كل سنه لها مشاركات في المعارض الدولية والمحلية. دولية ومحلية. نعم. آخر مشاركة لنا قبل عدة أيام في معرض صحاري في مسقط عمان. 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 نعم. شارك عضو الهيئة الإدارية أستاذ كريم صبري، شارك وأعضاء من الجمعية هم شاركوا. زين، شنو المشاركة؟ ضم يعني. المشاركة. بالنسبة. المعارض. المعارض عدة أنواع. أكو معارض فقط للعرض. زين. تعرض معروضاتك من الطوابع الثمينة، نعم. عملات الثمينة، الإصدارات المهمة. أكو معارض لا، بيع وشراء وعرض. بيع هذا وشراء وعرض. نعم. هذا معرضنا باعتبار العراق يمر في محنة وأوقات عصيبة، فلتسهيل الأمر على الهواة سوينا معرض للبيع وشراء وعرض الطوابع والعملات للهواة، الهواة والتجار. الهواة والتجار. نعم. نعم. ليش بالضبط هاي الفئتين مستهدفة؟ الهواة والتجار. الهاوي يحب فقط يقتني. يقتني. التاجر يساعد الهاوي في اقتناء هذه القطعة. زين. لأن أكو مكانات بعيدة، صعوبة النقل. نعم. المراسلة. نعم. الجمرك هاي. التاجر يسهل الأمر للهاوي. زين. ومكان ما يساب هاي يوصل له القطعة اللي يريدها من شركة الطوابع، العملة النقدية الجديدة، العملة النقدية النادرة، فلذلك يجتمعون الهواة والتجار لشخص يكمل الآخر. زين، هي بالتالي اليوم هاي المواد اللي موجودة عندكم هنا بالمعرض، نعم. متوفرة بالأسواق المحلية؟ حسب الطلب والندرة. نعم. أي هي هواية. الهواية تحصل المواطن أنه يطلبها. الإصدار ورا فترة يكون إلى ندرة. زين. يصير إلى طلب عليه. نعم. الدليل مثلا هاي المسكوكة الخاصة بالمعرض. اليوم متوفرة، بعد يومين ثلاثة بعد شهر ما متوفرة. زين. فيصير الطلب عليها أكثر، يرتفع سعرها. على هذا الأساس؟ نعم. على هذا الأساس. نعم. زين، اليوم أنا شفت ممكن أنه بعض الجزئيات اللي موجودة تخص العهد الملكي، الحقبة نعم. الملكية. نعم. نعم. السنوات اللي مضت. نعم. هاي بالتحديد يعني موجودة عند وزارة الثقافة، باقي المعارض الموجودة، المؤسسات، اليوم فقط عندكم نادرة. بالنسبة احنا الاصدارات مثلا اصدارات الطوابع العراقية اغلبها حاليا متوفرة دائرة البريد والتوفير، وخاصة الاصدارات الاخيرة. لان ينفذ الاصدار يبقى بس فقط بين الهواة. بالنسبة العملات الورقية والمعدنية بعضها موجودة بالبنك المركزي العراقي. موجودات. كخزين. زين. ولكن بعضها قد نفذ مثل العملات الملكية، عملات الجمهورية. زين. تبقى موزعة بين الهواة. وهكذا كذلك. فكل عندنا ما نتعامل به هو إلى بأرشيف الدولة العراقية رصيد. حلو. ولكن ضمن رصيد الخزين الاستراتيجي. ممتاز. يعني اللي نعتبره هو أرشيف الدولة. غير مقبول أنه ولكن إحنا الهواة بحق لنا التعامل به والتبادل. زين. تحدث لي عن هذا المعرض بالتحديد. نعم. عندنا ضيوف مشاركين من خارج العراق. نعم. نوع الإقبال، نوع. نعم. الزائرين. نعم. المعرض تم إعداد له إعداد جيد. زين. ولذلك كانوا المشاركين وسال جنابك تتجول وقت المعرض شو. نعم. من جميع المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب المشاركين، ودولتين شاركوا، لبنان والأردن شاركوا مشاركة رسمية بالمعرض.
نعم، وإن شاء الله نهاية هذه السنة راح يكون معرض دولي للطوابع والعملات في بغداد. سنوي؟ طبعاً هو حسب المناسبات، قد يكون سنوي، قد يكون فصلي، قد يكون موسمي. ممتاز. نعم. وقد يكون مختص، قد يكون فقط للعملات، وقد يكون فقط للطوابع، أو قد يكون فقط للأوسمة، حسب الموسم أو حسب القدرة أو حسب الظرف المناسب. وعلى هذا الأساس. نعم. أتمنى لكم التوفيق. شكراً جزيلاً. واحنا نشكر حضوركم وتعاملكم. زين احنا بس خلي العفو. نعم. خلي نسولف على ذنب الموجودات. نعم. 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 أو بالتفصيل مثلاً. احنا استعدنا تفضل. حالياً هذا الجناح. ايه. زين. هذا الجناح يختص بأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الطوابع والمسكوكات العراقية. يعني. منهم أنا. والاستاذ كريم صبري، هذا استاذ كريم صبري اختصاصه اكثر شيء يالف كتب عن الطوابع والعملات العراقيه، يتحدث بها عن تاريخها، مثل هذا كتابه العراق على طوابع البريد، مجله هوايتي، عنده كتب اخرى. زين هاي الصور شنو هاي؟ هذه صور قديمه يحب يعرضها او يهديها. عنده هنا مثلا اغلفه اول يوم استاذ فليح عارضها، هذه من يصدر مجموعة مال الطوابع. نعم. اليوم اللي تصدر به كتوثيق لها وتحريد لها يصدر غلاف خاص بالمجموعة. حلو. ويختم بختم خاص بالبريد يوم واحد فقط. حلو. يسموه ختم أول يوم وغلاف أول يوم. هذا بعد فترة يكون من النوادر ويحبون الهواة يقتنوه. هاي بعد فترة من السنة. نعم. هسه هاي مثل الأغلفة اللي صدرت بعد عام 2003 مصنوعة في النقود العراقية، النصب العراقية، وساطة النقد. زين. نعم. زين هاي العملات اللي جايه، هذه العملات الاخ من محتفظين بها، من هواة البصره المعروفين. زين ابو حسن، ابو حسن جاي من البصره، فجاي يقتني هذه العملات النقديه. هو اختصاصه اكثر شيء يقتني العملات النقديه والمسكوكات. خلينا نشوفه. والله ابو حسن شلونك؟ اهلا وسهلا. يعني ليش هاي التحفظ الزايد على هاي الاشياء مغلفيها وكذا؟ لازم العمله نحافظ عليها، اولا تنمسك بالملقاط. زين. حتى لا مثلا تفقد رونقتها او تتاذى، توقع بالارض، او يعني الحفاظ عنها. زين انت اليوم هاوي؟ نعم هاوي. هاوي هاي الاشياء؟ نعم. شنو سبب هوايتك لهاي؟ هو حبنا للعمله وللطابع من بدايه، اريد نقول بدايه مسيرتنا، هو انا اشياء بسيطه انه بلا بعدين تطورت هوايتنا وقمنا نقتني. بس اللي يعني اللي شهادك يقول عندك ارشيف خاص فيك. الحمد لله وشكرا. صح لو مو صح؟ نعم موجود. وين توصل بهاي النتيجه الرساله؟ لا ما لحد. ما لحد. علم يعني بحر؟ بحر كلش كبير. وما لحد والحمد لله وشكرا، يعني يوم على يوم هي تتوسع تتفرع. شلون الشيء؟ بس انت مكبره وما القاط. وين توصل؟ مثل هسه هاي العمله ما نلزمها بالايد. يعني توقع او هسه لزمتها تبيدك؟ لا هاي دفعتها. لا زين تقضي العمله وتباع لها هاي الطريقه. مزوره لو ما مزوره؟ مزوره اصليه مو اصليه. نظيفه ايش قد نظافتها، ايش قد درجه نظافتها، تعرفونهن؟ اي نعم كلن هاي الاشياء. الحمد لله. زين هسه العمله عراقيه؟ لا هاي حجازيه. حجازيه؟ شلون تعرف؟ نجد الحجاز لا مكتوبه. زين قبل الدينار هاي ليش حديثها بيها مزورات؟ دنانير يعني يا فتره قصدك؟ يعني هنا هسه بيها مزورات؟ لا شيء اكيد هسه الموجود بهذا الالبوم ما بيها مزورات. قصدي سابقا. سابقا اي موجود رائج بالسوق. بحثك نعم نعم اي شيء نادر يتعرض الى المزورجيه ويسوونه طبعات جديده. يعني تزور من زمان؟ من العباسيين. من العباسيين. الله يعزك. الله يخليك استاذ. اهلا وسهلا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم مثل ما تشوفون، يعني اليوم اغلب الاشياء اللي موجوده هنا هي اشياء نادره. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا. شلون اخبارك؟ اهلا وسهلا. تشرف. من وين؟ انا عراقي مقيم بانجلترا. اها متشرف. اهلا وسهلا. سولف عن مشاركتك اليوم. والله يعني المشاركة الحمد لله والشكر، اول مرة اشارك بمعارض بالعراق. تقريبا هي الفكره انه احنا دعينا، يعني انا كنت على استمرار دائما وتواصل مع هواة العراق. نعم. في سبيل انشاء او تقريبا بدايه انشاء معارض مشابهه للي نشوفها بانجلترا او بامريكا او بهولندا. هم نفس النماذج اللي موجوده؟ يعني هي الفكرة؟ هي الفكره العامه مشابهه جدا والحمد لله نجحوا وبتقدير عالي.
الأخوة بمجموعة الماليزي وبعد التواصل وياهم يعني تقريبا بإيصال الصورة بأروع أشكالها والحمد لله. أنا أزور هواي معارض بإنجلترا بشكل دوري، بهولندا تقريبا، هي عواصم العملات بالعالم إنجلترا وهولندا وأمريكا، والحمد لله والشكر رفعنا الرأس يعني. طبعا حضرتك سألت شنو، هل أكو اختلافات؟ الاختلافات يعني أكيد موجودة، ما ننكر الواقع موجود والهذا، بس احنا لازم نخلي النشأة الأولى، الطريق الأول، اللبنة الأولى مثل ما نقول باللغة العربية، لإنشاء يعني شكل دوري المعارض بشكل دوري. الثقافة موجودة والحمد لله، ثقافة المعارض ثقافة المعارض، ثقافة المعارض احنا مفتقديها بالعراق. هذا المعرض هو المعرض الأول. أنا أتأمل خيرا جدا أنه المعارض المستقبلية تكون أعلى وأعلى مستواها. المجموعات تختلف بأوروبا، النطاق مساحات الجمع تختلف، فمثلا هناك يدورون الأوروبي، الإنجليز مثلا يدورون الإنجليزي بشكل عام، الإنجليزي يحبون المعدني بشكل خاص أكثر من الورقي، الطوابع لها تقديرها العالي هناك. بالعراق عندنا احنا اغلب شيء، افضل شيء واكثر شيء اتجاه عليه هو العملات الورقيه العراقيه، وتحديدا العملات الورقيه الملكيه. هاي الملكيه هذه، هذه من نوادر العملات الملكيه العراقيه. 100 دينار، هذه 100 دينار، هذه الملك غازي، اصدار الملك غازي. اصدار الملك غازي زين. الملك فيصل هم له اصدار؟ ملك فيصل له اصدار، والملك طبعا فيصل الاول له اصدار واحد، والثاني ملك غازي له اصدار واحد، والملك فيصل الثاني له ثمان اصدارات. ثمان اصدارات مختلفه حسب الشكل. اعتبرنا الفتره الذهبيه بعهد الحقبه الملكيه انه كانت بعهد الملك فيصل الثاني. لا، هي مو مساله، انا اسف اذا قاعد شوي، ماكو مشكله، هي مو مساله فتره ذهبيه، وانما هي الاحوال اللي صارت. نعم. تحديدا ويا الملك فيصل الثاني. والعلاقات الخارجيه كانت طيبه؟ لا، هي العلاقات موجوده بين بريطانيا، تقريبا التاج البريطاني كان مسيطر على العراق بشكل او باخر، فكانت الاصدارات العراقيه كلها تصدر بانجلترا، صحيح، بس اللي صادف هي ظروف يعني مقتل الملك غازي، بعده تولى الملك فيصل الثاني بعمر صغير جدا، بعمر 4 سنوات، وتدرج بالفتره فترات عمريه مختلفه الى ان وصل الى السن القانوني بال 53 بسنه 1953، وبعدها امتدت لحد سنه 58، فكل مرحله عمريه كانت تصدر هذا الموضوع. مجموعة صور، موضوع جميل. إيه، شوفنا هسه أشوفك يعني هسه ذني خصا عهد الملك غازي، ربع دينا ما شاء الله، يعني شوف العملات السابقة شقد جميلة. أبو زيد يعني إيه؟ هذه مرحلة عمرية من كان إحنا نصيح لها الفترة اللي عمره صغير صدرت لها العملة بهاي الصور. هذه الفترة، وهذا الفترة الأولى، هاي الملك فيصل؟ فيصل الثاني، فيصل الثاني بيبي. هاي طبعة الهند الفترة اللي صارت الحرب العالمية. قد بقت متداولة بالسوق العراقي؟ بقت متداولة حتى بعد سقوط النظام الملكي، الحين ما انطبعت العملة الجمهورية اللي حملة شعار عبد الكريم قاسم. ما شاء الله. شوف أستاذي، يعني هذا اللي نتكلم عنه، المراحل العمرية المختلفة للملك فيصل الثاني. سنوياً تتبدل؟ مو سنوياً. سابقاً العملة؟ مو سنوياً. حسب نمو يعني الملك بالمراحل العمرية مختلفة، فكان تقريباً كمعدل بالخمسينات كل سنتين إلى ثلاثة يصدر إصدار جديد. كل سنتين. يحمل صورة الملك، فإذا تلاحظ حضرتك هذه آخر مرحلة عمرية له، يعني. هذه المرحلة اللي قبلها، هذا كان آخر إصدار، هذا 1958 إلى 1959. مركز العراق. هذا طبعاً الربع دينار، هذا إصدار 1955 إلى 56. ممتاز. والإصدارات متعاقبة، يعني هسه أنا ما محضر بالضبط،
بس طبعا اصدار زين كان للبنك المركزي العراقي. هنا ما كانت اكو دنانير؟ لا موجوده موجوده, موجودة هذا هسه ربع دينار. اعلى عمله ايش قد كانت بهاي الوقت؟ بهذه الفتره اعلى عمله هي العشر دنانير. عشر دنانير 10 دنانير. زين ماكو 10,000. 10 دينار. 10 دينار هذا الربع دينار ايضا. وقلت لك المراحل مختلفه. هذا مثلا هذا مثلا الاصدار الاول للمصرف الوطني العراقي ربع دينار. هذا بمرحله عمريه الملك بعد ما متوج. زين الملك بعد ما متوج بعمر تقريبا الملك وين بدل البروفايل هنا. اي طبعا اي وين غير صوره الشخصيه. اي البروفايل كان يتغير له تقريبا كمعدل كل سنتين. نعم زين هذا هذا في فتره التتويج. هنا التوج صار هذا هنا بهاي المرحله العمريه. لا هذا توقيع محافظ البنك المركزي اسمه عبد الاله حافظ. ممتاز زين. نعم. احنا اليوم وفق هذا هل اقول كنز او تاريخ يعني. نعم. اعتبار تاريخنا هذا اكيد. وهاي العملات النادرة والأشياء النادرة جدا هنا ما شفتوا مثلا أو ما وجهتوا دعوات لشخصيات حكومية ناس معنيين بخصوص هذا الموضوع أنه تكون راعي أكبر بعد هذا القضية؟ على حد علمي ومعرفتي وتقريبا بشكل مؤكد. نعم. توجهت الدعوات الأغلب المسؤولين بما فيهم دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد السوداني. نعم. نزولا لحد اغلب الوزراء والمدراء والمسؤولين. تمام. ما اعتقد شفنا للاسف كثيرين. ماكو استجواب؟ ما نريد نقول ماكو استجواب. البارحه يعني اتصور ما تجاوبوا بالقضيه ما تفاعلوا ما دزوا. هذا طبعا الجانب التنظيمي. نعم. اتصور راح يفيدوك بالجواب. نعم. بشكل افضل. نعم. انا كعارض. تمام. شخصيا لا قصد يعني. نعم. باعتبارك ايضا العراق ومؤرخ يعني. بلي 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 يعني احنا نتامل بصراحه. احنا كانت امنيتنا واني غايتي مثلا انا شخصيا والاخوه يعرفوني هنا سبب قدومي من انجلترا لهنا دعما للمزاد. نريد ندعم الفكره. نريد من هواتنا يعني الكبار بالهوايه ومن حبه للهوايه اجى من لندن اصر يجي واصر يشارك وهذا كله يعني حفز بينا شعور الحضور والمشاركة لأنه إنسان يعني راقي جدا بتعامله وحضوره ومعلوماته. فمن شفناه يعني عاف مكان سكنه ويجا وحتى يشارك رفع الحال المعنوية عند كل الهواة. ودنو يعطي يعتبر زين بالسفر. والله جبت مجموعة بسيطة. الغاية يعني بصراحة بعد أكو أكثر. اي أكو أكثر الحمد لله والشكر. أنا يعني من عمر 8 سنوات. نعم. أجمع فأكيد شو اسمه المجموعة. فهي المسألة احنا نريد تمنينا انه ولازلنا انه والبركة بكل الموجودين ببركة بالحضور ببركة بتواجد حضرتكم ونشر الثقافة لأنه مجتمعنا يحتاج. نعم. واحدة من أسباب نهوض المجتمعات هي التأسيس الثقافي والقاعدة الثقافية اللي تبنيها للمجتمع بما فيها الهوايات. من استغربت يعني من أصغر هواية إلى أكبر هواية بس هوايتنا تتطلب معرفة وثقافة جدا كبيرة. معرفة جغرافية، معرفة بأصول التاريخ، الحوادث التاريخية المختلفة، منعطفات تاريخية صدق أو لا تصدق، منعطفات تاريخية أثرت على عملة معينة فصعدت من أسعارها وصعدت من الطلب مالتها. فإحنا غايتنا وأمنيتنا أنه أي واحد من الجيل الحديث. نعم. الريد تظهر على وسائل الإعلام هذا بعد أمام الرأي العام. الله يحفظك. نتمنى أنه يصير الاهتمام يعني اهتمام نوعي. نعم. اهتمام ونهوض بثقافة مثلا تشيع مثلا هاي الفكرة وانطلاقها بالمدارس. ممتاز. أو بالجامعات. أذكر إحنا من كنا بالمدارس بالثمانينات كان عندنا بأبسط الوسائل كان عندنا دفتر نجمع نلصق عليه طوابع توفير البريد. فبداياتنا الأولى صدق أو لا تصدق إحنا الحمد لله والشكر تقدمنا كلنا بالهوايات. ربيتوا على هذا الشيء. بس بداياتنا بسيطة. بداياتنا لأنه كان الوازع باتجاه الثقافة واتجاه اتجاهات الهواية موجودة واللي هو إحنا نتأمله
نتأمل أنه هذا المعرض يزوره أكبر قدر ممكن من العراقيين من كل الطبقات. راح يشوفون أشياء حلوة أشياء غريبة. الشخص اللي يجمع القطعة الذهبية، اللي الشخص اللي يلزم المكبرة، هذه ثقافة، هذا بناء ثقافي، هذا تأسيس القاعدة، هو هذا اللي نتمناه. غني بتراثه، غني بتذكارياته، فيشجع تقتني. بعض الدول عندها تذكاريات بسيطة من العملة، من الطابع، من السكوكة، لكن ما شاء الله احنا يعني مناسباتنا ثرية جدا. الحقيقة اللي ذكرها ابو زيد هي حقيقة ثابتة، انا اقولها باعتباري مطلع على الخارج وعلى الداخل. العملات العراقية تحديدا، العملات العراقية والورقية تحديدا، هي هاي اشكالها، هذه لها طلب عالمي. يعني مو طلب تسعير، مطلب هذه مو تسعيره، هذه يسموه تقييم. لا قبل يعني واكو تسعير. نعم صحيح. العملات العراقيه تقريبا في مقدمه العملات اللي بالشرق الاوسط والوطن العربي لحد الان التاريخيات، مو مساله تاريخ وانما مساله رغبه دوليه. اكو رغبه دوليه باتجاه العملات الورقيه، باتجاه العملات الورقيه الملكيه تحديدا، باعتبارها فترتها محدوده، فتره اصدارها، كميات اصدارها قليله، فكل ما تزيد ندره الاوراق بشكل عام، هو يعني احنا نقول بالانجليزي the name of the game، يعني هو اهم نقطه مهمه بالعملات والطوابع والعملات المعدنيه هي الندره. ايش قد اكو من ايضا نادرين اليوم. الله يحفظك. الامانه بعمل الامانه، انا دائما يعني اعطانا عليكم، بس الامانه انه انا سبق ودائما احكيها، اقول احنا ممكن بالوقت الحالي موضوعيه الارشيف موضوعيه انه الاشياء النادره ممكن جانا نفتقدها، لذلك انه اليوم ايضا الموضوع يخص جميع زملائنا الاعلاميين او البقيه، انه من نريد نشتغل عن حقبة تاريخية نوثقها أو فيلم وثائقي، راح ممكن نتعب بإيجاد وثيقة معينة أو عملة نادرة، لأن أنه اليوم بعض الأرشيفيات اللي كنا نحتفظ بها سواء على الصعيد الرياضي، على الصعيد الاقتصادي المادي وغيرها من الكتب والثقافات نادرة جدا، وللأسف يعني ممكن دار الكتب والوثائق نفتقد بها هواي أشياء ما جانا نلقاها، ممكن المتاحف هواي أشياء نفتقدها من القاه، لكن اليوم الجميل انه نشوف هيك معرض، نشوف هيك ناس بهذا الحرص انه جاي تحافظ وايضا جاي تعيد وتصدر تاريخ العراق سابقا. متواصلين وياكم، خليكم. أريد أعرف في البداية أنه هاي الأشياء اللي موجودة قيمتها المعنوية قبل قيمتها المادية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إحنا بمعرض بغداد الأول للطوابع والعملات الملغية. طبعاً هذا المعرض يشمل كل الهوايات الموجودة من ضمنها الأوسمة، الأنواط، المسكوكات، كل الهوايات اللي هي شبه اندثرت وقلت بالسنوات الأخيرة بسبب قلة الثقافة. صراحة هاي الهوايات كانت سابقاً هوايات عريقة، هوايات راقية خلال هاي العشرين سنة. نعم. قلت بنسبة كلش كبيرة بسبب عدم وجود دعم، عدم وجود تسليط ضوء عليها. اليوم الحمد لله والشكر ماكو دعم، يعني لا دعم حكومي. دعم حكومي تقصد لي لو إعلامي لو؟ لا دعم. بالعادة شو؟ كل أنواع الدعم ما متوفر. هاي الأشياء نادرة. حتى جمهورها نادر. نعم. يعني حتى من الصعب أنه تكون صح قضية رأي عام أو لها جمهور، بقدر ما يكون لها جمهور نوعي. صح. سواء دعم حكومي للجمعيات المختصة بها أو دعم إعلامي تسليط ضوء عليها. هسه احنا اليوم نفرح من نشوف قناة الأيام، نفرح من نشوف قناة الأيام تغطي هيك حدث، يعني كنا نتمنى أنه أكثر من قناة تغطي هذا الحدث. فهاي الهواية قلت بنسبة كلش كبيرة. اليوم هذا معرض بغداد الأول، يعني تخيل منذ 2003 اليوم احنا ما عندنا ولا معرض سوى واحد. أي نعم، معرض بغداد الأول
اكو معرض صار بال 2018 معرض نادي العلويه قامت جمعيه الطوابع. نعم. وهذا خلينا نقول معرض مركزي اكبر تنسيقه على الحضور اكبر. نعم. نعم الحضور اكبر يعني احنا تفاجئنا صراحه بالحضور الجاي. انا اليوم مشاركتي حاليا فقط عن الاوسمه الملكيه اللي هو وسام الرافدين. خلينا نتحدث فيه. وسام الرافدين الملك العراقي. هذا شنو؟ انا هذا شد استغراب. هذا يعني. كل المعروض هو وسام الرافدين الملك العراقي اللي تاسس موجب القانون عام 1927. نعم. وانتهى العمل به الملكي 1958. هذني كلها عباره عن وسام الرافدين، بس وسام الرافدين بنوعيتين ملكي عسكري ومدني. المن كان يمنه؟ هسه احكي لك. نعم. العسكري والمدني. نعم. العسكري اللي هم العسكريين، والمدني للاشخاص المدنيين. بخمس درجات للعسكري وخمس درجات للمدني. هذا الدرجه الاولى للعسكري. العسكري الدرجه الاولى. هذا الدرجه الثانيه للمدني. الفرق بين المدني والعسكري هنا بالاكليل. هذا الاكليل سعفتين بالعسكري. ممكن حتى اللون هنا اخضر هنا ازرق؟ لا اللون ما بيه اختلاف، بس مجرد تقادم السنوات يصير صدى به. هذا الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، الرابعه، الخامسه باشكال طبعا بنوعيتين بانجليزي وبفرنسي بهواي تشعبات. طبعا انا متخصص به ولهذا ما ادخل بهاي التفاصيل. ممكن يكون ابسط يعني بالنسبه للهاوي يجمع واحد او اثنين، بس احنا حاولنا انه نجمع كل الدرجات الموجوده. هنا تقدر تشوف طبعا الميني يسموه. هذا يسموه الميني. الميني هذا شنو اللي بالاحتفالات المو رسميه، مو بالضروره انت تلبس الاوسمه مالتك كلها، فتلبس بار ميني مثلا. انت قلدت الدني من الدوله هاي الاوسمه. حلو. قلدتك الحكومه، فانت مو بالضروره تشيلها بوزنها حجمها كبير، ممكن تلبس هذا بالاحتفالات الرسميه. يكون بار صغير ضمن الاتيكيت هذا كان. اي نعم. اي نعم بالاحتفالات الرسميه. فانت تلبس البار المني على مود حجمه اصغر. حجمه اصغر كذا فشي يعني يكون. طبعا انا حاولت انه اتخصص بس اليوم بالعرض مالتي فقط بالرافدين الملكي. طبعا الاوسمه والانواط العراقيه متنوعه وكبيره جدا، انواعها هوايه، تفاصيلها هوايه. العراق من اوائل الدول اللي بدات قانون الاوسمه والانواط يعني من أوائل الدول. طبعا من اوائل الدول العربيه والدول العالم العربيه. ليش؟ احنا اخذناها من الانجليز. كان ذاك الوقت يعني الانجليز مسيطرين على العراق، فاخذنا نفس ثقافتهم بموضوع الاوسمه، نفس الدرجات مالتهم، اخذنا هوايه من القوانين مالتهم وطبقت بالعراق. طبعا اغلب هاي الاوسمه والانواط يعني احنا ما نلقاها داخل العراق، هواي من عندنا نشتريها من مزادات عالميه خارج العراق بلندن. طبعا طبعا ليش دائما هذا الموضوع؟ عن قبل شويه حكيتها وراح احكيها، انه كل تراثنا كل اشياءنا النادره نلقاها خارج العراق. 90% من او 80% من هاي المواد انا جايبها من خارج العراق. ومشتريها من حسابك الخاص؟ طبعا طبعا مشتريها مثلا من مزادات بلندن، بالمانيا، بسويسرا، بفرنسا، بامريكا. ليش؟ مثلا على سبيل المثال ممكن ضابط انجليزي كان يداوم بالعراق تقلد مثلا هذا الوسام. نعم. فعائلته ورا ما يتوفى يعرضوها بالمزادات وينباع. هنا داخل العراق صراحه يا اما صار عندها اهمال. زين. اهمال. زين. خلينا بهذا الحديث. نعم. بمزاد هسه اليوم اكو مزاد على ذني؟ هنا أنا؟ لا هذني فقط العرض. أنا هاوي وليس تاجر. نقطنيتي كهاوي غاليات كل شيء بسعره طبعا. يعني هسه اجيت تطلع قيمتها تقريبا يعني هذا مثلا على سبيل المثال وسام الرافدين مدني بالعلبة منت يعني بحالة جديدة لا يقل عن 2000 دولار. لا يقل عن 2000 دولار. هذا ممكن أغلى وممكن أقل، لأن المزادات تعتمد على العرض والطلب. إذا كانت أكو منافسة بالمزاد ممكن هذا أنا مثلا اشتريته هذا ب 3000، ممكن هذا اشتري ب 1800. يعتمد على المشاركه بالمزادات العالميه. فيعني بس هو هذا الرينج سعره 2000 دولار مثلا بالنسبه لهذا الوسام، وسام الرافدين الدرجه الثالثه المدني بالعلبه حاله نظيفه جدا. العلبه الملكيه. العلبه طبعا مكتوب المملكه العراقيه وبشعار المملكه وشعار الوسام المدني. هذا شعار الوسام المدني. المدني اللي هو فقط سيفين بدون العفو، فقط اكليل سعفتين بدون السيف. وين العسكري؟ هذا العسكري. اقدر اقارن العسكري على المدني يكون بيه سيفين. وعلى العلبه طبعا يتوضح السيفين. حلو. حتى نفس العلبه؟ اي نعم نفس العلبه. مثلا هذا المدني وهذا العسكري. كل اوسمه الرافدين بخمس درجات، بيها مدني وبيها عسكري. زين هسه اليوم موجودات عندنا بالوقت الحالي ذني مو ذني غير اشكال؟ قصدك حاليا اكو قانون اوسمه والانواط بالعراق؟ اصحاب الملك كان يمنح العسكريه والمدنيه. اكو قانون صدر قبل كم سنه الاوسمه والانواط العراقيه بس ما تفعل ولا تطبق حاليا. يمكن حسب ما سمعت قبل اسبوعين ثلاثه اكو قراءه ثانيه وتعديل الى قانون الاوسمه والانواط،
فراح يعدلوا قانون المنافسه مال الانماط. بس احنا تقريبا من 2003 لليوم او مو تقريبا ما عندنا اي وسام منح داخل العراق، ما عندنا قانون او سمه الانماط. صدر قانون قبل كم سنه ما عملوا به، حاليا راح يتم تعديله لهذا القانون. يعني هذا القانون ممكن يخدمكم؟ اكو احتمال يصير بالجانب؟ يعني اكيد من يصير اوسمه انماط تتقلد بها العالم يجوز ترجع تفكر تدور عن تاريخ الاوسمه والانماط العراقيه سابقا، شنو المنح، فممكن تنمو الهوايه. هي الهوايه طبعا كل هواياتنا هاي اللي نشتغل بها وحاليا بالمعرض، الاوسمه، الانماط، الطوابع، العملات، بدت تقل بسبب خلينا نقول اختلاف الثقافات حتى عالميا مو فقط بالعراق. من ده يجي جيل جديد، الجيل الجديد ما يفكر بالذني الهوايات القديمة، السوشيال ميديا والتكنولوجيا والتقنية أخذت هواية من ثقافة شعبنا، من ثقافة جمهورنا، تغيرت الثقافات وتغيرت الهوايات بيها، فهاي الهوايات بقت تندثر. حتى يعني نسبة الشباب حاليا اللي تمارس الهوايات مالتنا قليلة جدا. احنا طبعا ده نسعى ونطمح، هذا المعرض راح يستقطب لنا أكيد هواي شباب فعلا يسلط الضوء عليها. نسعى ونتمنى انه الكل ترجع لها الهوايات الراقية اللي كانت قبل. ابائنا واجدادنا كلها اغلبية الشعب كان يمارس هوايات جمع الطوابع، العملات، كانت هوايات راقية ومحترمة، هوايات الملوك، بس بدت بالاندثار شوية شوية. شكرا جزيلا استاذ على راسي. اهلا وسهلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا اليوم شيء مفرح حقيقة من نشوف انه هاي الاوسمة الملكية اللي كانت قبل سابقا تمنح للعسكري، الجانب العسكري والمدني من قبل العائلة المالكة، لكن ذني يعني وللأسف أقول أنه طيلة السنوات الماضية خارج العراق كامل ما عندنا قطعة واحدة موجودة. يعني هذا أريد نعقب عليه كموضوع أنه منو يتحمل مسؤولية، يتحمل جزء كبير المؤسسات المعنية سواء وزارة الثقافة، المؤسسات المعنية بالأرشيف وما شابه ذلك. لكن اليوم أنه بوجود الهواة اللي موجودين العراقيين قدرنا نعيد جزء بسيط أنه من هذا التاريخ ومن هذا اللي نقول عليه أنه الأوسمة السابقة اللي بالحقبة الملكية. فبالتالي احنا راح نشوف أيضا العديد من الأوسمة والعملات النادرة. لكن خليك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون اخبارك حبيبي؟ الله يسلمك. احنا بدايه خلي نعرف انه حجم هيك موضوع وصعوباته، خصوصا انه بالعاده انه الناس اللي مهتمين بهذا الشان قليلين جدا. اكيد. فشلون بديت الموضوع الفكره، خصوصا انه اللي عرفت المهرجان الثاني هذا بالعراق صار او الاول ما بعد 2000 في بغداد الاول؟ في بغداد. نعم. الاول. خلينا نتكلم عن الموضوع بصوره عامه وشامله. نعم. هو لا بالعكس، ناسه مو قليلين. احنا جمعيه الطوابع والمسكوكات العراقيه هي تاسس سنه 1951. اكيد اكيد. نعم. سنه 1951 هاي الجمعيه عمرها اكبر من عمر بعض الدول المجاوره لنا. يعني زين. احنا نعرف انه اكو دول نشات حديثا. نعم. وتقام فيها معارض على مستوى عالمي ودولي ايضا. زين. ولكن في العراق للاسف احنا هاي التجربه كانت قليلة جدا وما نقلناها، ولكن الحمد لله هذا المعرض الثاني. المعرض الأول قام في البصرة. نعم. أما في بغداد هو المعرض الأول يعتبر. قامت الراعي الرسمي لهذا المعرض هي مجموعة الماليزي للعملات والطوابع والمسكوكات الملغاة. اليوم احنا نشوف هذا الطيف والمزيج المتلون من كل أطياف الشعب العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. يعتبر هو ملتقى ثقافي، ملتقى حضاري، ملتقى تراثي، ملتقى أدبي، يعرف عن تاريخ العراق، عن حضارة العراق، عن المراحل والفترة اللي مر بها العراق. احنا هنا كل شخص هو مختص في مجموعة معينة، من ضمنها جمع العملات، من ضمنها جمع المسكوكات، من ضمنها جمع الطوابع وجمع الأنواط وما شابه. فأنا شخصيا يعني من هواة جمع الصور والوثائق والصحف والمجلات. هاي الهواية أنا أشوفها أنه مختلفة وفريدة وذات أهمية كبيرة جدا، بحيث أنه تبين تاريخ العراق السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، بغض النظر عن العملات اللي هي تبين فقط إصدارات العملة ومعالم اللي تحملها العملة. نعم. آه
طبعا انا من جامعين القدامى هاي الامور، عندي وثائق مهمه جدا يعني هي تتعلق بتاريخ العراق، عندي صور هي تمثل الفتره الملكيه من بدايه تاسيس الدوله الملكيه الى نهايه الجمهوريه. هاي الهواية هي عشق يعني، بحيث انه تسمى هواية الملوك فعلاً. تسمى هواية الملوك لسببين. السبب الاول انه هي تحتاج تفرغ تام، والسبب الثاني تستنزفك ماديا. يعني بعض الهواة اني اشوفهم يعني يستقطع الجزء الاكبر من محصوله الشهري في سبيل انه يوفر قطعه ناقصه بمجموعته فعلا. فبالتالي احنا الموضوع هيك اكيد غالي اكيد طبعا طبعا يعني طبعا احنا عندنا بعض العملات عالميا اسعارها توصل الالاف ومئات الدولارات، مئات الالاف الدولارات. العملات العراقيه، العملات العراقيه تعتبر من اغلى العملات على مستوى العالم، فهاي قضيه عالميه يعني. احنا نشوف التجارب اللي موجوده بالوطن العربي، احنا ما نريد نطلع لاوروبا، بالوطن العربي معارض تقام عالميه ودوليه. حتى مع الاعضاء المشاركين انه نعم. العمله الورقيه العراقيه مرغوبه ايضا، هي الاغلى في العالم، هي الاغلى في العالم اكيد. نعم. لان تعتبر لندرتها، احنا نعرف الحقبه الملكيه هي حقبة كانت قصيرة جدا بين فترة حكم الملوك، ولذلك هي نادرة يعني، لأن انفقدت أغلبها، انفقدت يعني تعاقب الحكومات اللي اجت بعدها. خلينا نتكلم عن هاي التجربه، تجربه معرض بغداد الدولي. للاسف احنا كان بودنا احنا نشوف ممثلين من وزاره الثقافه، ممثلين من دائره الاثار والتراث موجودين هنا، حتى تكون معلومه شامله وكامله عن اقامه هذا المعرض، عن اهميه هذا المعرض. الاخوه المشاركين، احنا عندنا المشاركين من كل اطياف الشعب العراقي، من كل المستويات، من كل حاملين الصفات، اطباء، علماء، مفكرين، أساتذة، صيدلانيين، ناس بسطاء، هم عندهم شوق لهاي الهواية. فبالتالي احنا نتمنى بالقادم إنشاء معارض دولية بالتعاون مع وزارة الثقافة، بالتعاون مع السياحة، بالتعاون مع دائرة الآثار والتراث، لأن بالتالي انه الأمر يتعلق بتاريخ وتراث البلد. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي، الله يسلمك. نعم مشاهد الكرام، بالتالي احنا جميل انه نشوف هيك عملات نادرة، هيك أشياء تاريخية تمثل العراق، خصوصا وأنه بعض المشاركين اللي موجودين هنا ينقلون صورة أنه بعض العملات الورقية اللي موجودة تخص الحقبة الملكية مرغوبة بشكل كبير في دول أوروبا، سواء بلندن وما شابه ذلك من الدول الخارج، باعتبار أنه عملة نادرة، وأيضا مثل ما قال زميلنا حسام باعتبار أنه الحقبة الملكية هي حقبة صغيره وانتهى عمرها. ويعني للاسف الشديد كثير من الامور اللي تخص الحقبه الملكيه وتخص تاريخ العراق ما جاي نشوفها بالمؤسسات المعنيه اللي ممكن يكون لها دور، سواء مديريه الارشيف الوطني او بقيه المؤسسات المعنيه. تفتقد هاي الاشياء، نفتقد هاي الاشياء. انا شخصيا يعني سبق وان صادفني هيك موقف بخصوص الوثائق، ولقيت عدم تعاون للاسف، الا انه بعض الاشياء والجزئيات ممكن نلقاها عند هاوش، شلون الهاوين الهواة اللي مشتركين هنا، بس ما تلقاها بمؤسسات حكوميه. ولذلك اتمنى انه كل ما يخص العراق وكل ما يخص تاريخ العراق، خصوصا بالوقت اللي جاي نشهد انه حضاراتنا، الرموز اللي السومريه وما شابه ذلك، جاي نشوفها ببرلين، جاي نشوفها ببريطانيا، نتمنى انه نشوفها بالعراق ونشوف اكثر واكثر عن تاريخ العراق. تماما. بالتالي اشكركم طبعا كل الشكر، لان الصحافه هي حب للحقيقه، وهذا ديدينكم ايضا في قناتكم مقر قناه الايام. احنا نتمنى انه باقي القنوات تحدو هذا الحدو. احنا قدمنا دعوات لكثير من القنوات لكن للاسف ما غطوا المعرض. احنا شفنا قناتكم اليوم غطت المعرض، اخذت لقاءات مع كثير من الاخوه، احنا خصوصا عندنا اخوه قدموا من بعض الدول حتى يشتركون بالمعرض. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي ختاما تقبلوا تحياتنا وتحيات كامل العمل.